بتاريخ 21 يونيو 21 جوان جات عندي واحد الممثلة ديال الجمعية ديال الأمم المتحدة للفنون اللي باش ناخدو واحد الاعتراف ما يسمى بالأب القدوة، وكيتقدم بهذه المؤسسة اللي سميتها اون ارتيست. هاد اون ارتيست هي منظمة داخل المنظمة العالمية للصحة، وكيختاروا سنويا اشخاص. هاد العام اقتدوا باطباء، ومن هاد الاطباء اللي اخذوا في العالم منهم الدكتور تازي، وبالخصوص علاقة بما قدمنا في مرحلة ديال كوفيد، واللي أن أعطينا واحد المصحة لوزارة الصحة اللي اهتمت بهذا العلاج ديال 90 حالة ديال كوفيد، والحمد لله اللي كان خرجت بأكملها بصحة وعافية. وهذا هو السبب الرئيسي لإعطاء هذه الجائزة، وما تسمى بجائزة الأمم المتحدة للفنون اللي تعطت بجائزة الأب القدوة ل 2020 الدكتور تازي الحسن بالمغرب جراح التجميل بالطبع. وهي الجائزة كتمثل واحد الاعتراف، واحد الفخر لنا ولعائلتنا وللمغرب ككل، وكتمثل أن كاين أجهزة وكاين مؤسسات أو منظمات عالمية اللي كتواكب ومتبعة ما يجرى في المغرب، واننا كنفتخروا باللي بالمساهمه تحت الرعايه ديال جلاله الملك نصره الله في هذه الفتره الحرجه اللي مرينا منها ديال هذا الوباء ديال الكوفيد. ونتمنى الله ان نخرجوا منه سالمين وغانمين من الاثار ديالو والعواقب ديالو اللي ما زالت موجوده، ونتمنوا ان الناس تاخذ تشوق الحصانه والحذر. هذا الحصانه والحذر هي للناس، الناس مازال ما فهمت. لما كدير الكمامات باش تحرص على راسك، لما كتاخذ واحد المسافه ديال الحصانه كتحافظ على ناسك وعلى راسك، لما كتغسل يديك بالماده، هادو اشياء اللي بسيطه، هادي ماشي شي حاجه اللي كيخصها واحد المجهود كبير باش الانسان يوصل له. يا اش كضيفنا باللي ان تشجيع ان الانسان ما يكون الحاجه اللي فيها الخير والوطن الانسان يخصو يقوم بها، وهذا ما غاديش تزيد لنا حنا شي قيمه ماديه، ولكن هي قيمه معنويه اللي كتعطي الانسان ان الناس كتشاهدوا كتتبعوا. وهذا اعتراف من لا المنظمه ولا من المغاربه اللي حتى هما كيساهموا في هذه الاحصائيات باش كيختاروا الدكتور تازي في هذا النطاق. الوباء هو شيء اللي خصنا نتعايشوا معاه، ما خصناش نقولوا انه مشى، وما خصناش نقولوا غادي يقتلنا، ما خصناش نعيشوا في الارهاب والخوف، وما خصناش عاوتاني نرجعوا لواحد العادات التقليديه اللي الان ما غاديش تنفعنا. في الحد الان مده اسابيع او اشهر الله اعلم غادي نعيشوا مع الكوفيد، ولكن خصنا نعيشوا معاه بواحد الحصانه، ولان الا بقينا كنعيشوا في الارهاب والتخوف معنا انا غادي نتوقفوا من العمل، والا عاوتاني رجعنا بالاستهتار في هذا النطاق غادي نتعرضوا لهذا النوع ديال العدوى ديال الفيروس. ولهذا الانسان ياخذوا بحذر وبجديه، ولكن ماشي بالتخوف او رفع الانسان ياخذ لي هذا الكوفيد ياخذ لي الحريه ديالو او الوجود ديالو لانه الى خرج غادي يتقاس او لا. لا، خصنا نخرجوا، خصنا نخدموا، خصنا نطلعوا اقتصاد، ولكن بحصانه. كنت كنقولها وكنعاود نقولها ونعاود نعاود نقولها، لان ما كاين حتى شي ضمانه ان غدا هذا الكوفيد غادي يقول لكم السلام عليكم مشيت بحال. بالعكس، الى خدينا الحصانه والحراسه غادي الكوفيد قد يدور بوحده. هي النصيحه اللي يمكن نقدموا للمغاربه بالخصوص قرب ديال عيد الاضحى ان شاء الله. الانسان ما يزيدش في الاستهتار،
ويمشي عائله لعند عائله لعند عائله، وتجمعات 50 60 100 200 300 واحد 1000 بعض المرات، يرد باله لان الفيروس راه موجود. يكذب شي واحد يقول لك لا راه الفيروس مشى لا في اوروبا ولا فرنسا ولا امريكا، غير كاين دول اللي عمرهم كاع ما داروا الحجر الصحي لان عندهم واحد المسؤوليه اللي خداوها بعين الاعتبار، كاين اللي انا مازال عندهم الفيروس وداروا رفع الحجر ولين الناس كتاخذ الحصانه ديالها، وكاين اللي ما عرفش به كاع واش موجود او ما موجود، وهذا شيء تناولي ما كناش نعطيو له واحد الاهميه كبيره. الكلمه اللي نقدر نقوله هو الانسان ياخذ الاحتياط بالنسبه لهذا النوع ديال هذا الفيروس، وان هذا النوع ديال الجائزه هي كتعطى لكل مغربي اللي كيحترم الحصانه ديالو والحصانه ديال المجتمع والحصانه ديال العائله. الى عجبك الفيديو خلي لنا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.